العرب الآن يطرح قضايا عربية سياسية واجتماعية. العرب الآن مرآة الشارع العربي، يأتيكم على راديو الآن. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا في الوطن العربي، موعد جديد من برنامج العرب الآن يأتيكم مباشرة من راديو الآن. تحية خاصة لكل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على www.lan.fm. تحية مني أنا فهيمة خلف الميكروفون، ومن زميلي في الإخراج وهندسة الصوت أمجد. محطات مستمعينا، محطتنا الأولى اليوم ستكون سورية، حيث اختارت مجلة تايم الأمريكية رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري المعروف بالخود البيضاء ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم عن سنة 2017. وخلت القائمة من الشخصيات العربية عاد الصالح الذي أدرجته ضمن فئة الأيقونات، وهي واحدة من الفئات الأربع التي قسمت الشخصيات المئة وفقها. وعرفت المجلة بالصالح من خلال عرض قصة لمصطفى أبو فيصل أحد سكان مدينة خان شيخون في إدلب، حين تعرض للقصف وبقي فترة تحت الأنقاذ ثم أنقذه عناصر الدفاع المدني في سوريا. رائد الصالح ابن جسر الشغور أسهم في تشكيل الدفاع المدني في المحافظة قبل انتخابه مديرا للمنظمة، والتي فازت بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم وثائقي يروي تضحيات فريقها بإنقاذ المدنيين، كان ذلك في فبراير الماضي. مستمعينا، رائد الصالح معنا عبر الهاتف، أهلا بك رائد. رائد، هل تسمعني؟ نعم. أهلا وسهلا فيك في برنامج العرب الآن. شكرا جزيلا لك. رائد، أول شيء نقول لك مبروك هذا اللقب، أنت وفريقك تستحقون أكثر من ذلك على عملكم الإنساني الجبار. ماذا يعني لك أن تكون العربي الوحيد على قائمة أكثر شخصيات مؤثرة في العالم؟ هلا أكيد يعني أنا فخور بهذا الأمر، ولكن أنا فخور لأنه في مؤثرين سلبيين، في مؤثرين إيجابيين. أنا كنت يعني أنا بفتخر أنه كنت أحد المؤثرين الإيجابيين بالعالم، واللي قدرت بالتعاون مع الفريق اللي عم يشتغل معي بسوريا أنقذ أكثر من 92 ألف إنسان، وهذا نعتبره إحنا إنجاز كثير كبير. والإنجاز الأكبر بالنسبة لنا هو ما أنقذ 92 ألف، إنما أعدنا الأمل لمناطق كثير كانت تتعرض للقصف، والناس يعني فقدت فيها الأمل أنه يجي حدا يساعدها. أتمنى أنه نوصل لمرحلة نكون مؤثرين بطرق أخرى، بإعادة الأعمار، بإعادة السلام، وإعادة الناجحين لمنازلهم داخل سوريا. كيف تقبل فريقك هذا الخبر رائد؟ صراحة يعني الفريق بسوريا كلهم يعني وصلونا بالتهاني والتبريكات، وقالوا انه نحن رح نضل معك، ونحن اكيد اي تكريم بيكون رائد هو تكريم للفريق كله. وعطول بأكد على هاي الفكرة انه كل هذا العمل اللي احنا عم نقوم فيه هذا ما هو عمل رائد الصالح، هذا مجهود فريق متكامل من 3300 متطوع عم يشتغلوا على مدار 24 ساعة، ما بيناموا ما بيرتاحوا. احنا موزعين العمل بيناتنا لحتى كل ثانية في خلال عملنا احنا موجودين بكل المناطق.
الكل بيعرف رائد أنه منظمة الخوذ البيضاء متكونة من أفراد كلهم متطوعين عم يضحوا بنفسهم لحتى ينقذوا أرواح السوريين من تحت الأنقاض. أنت اليوم موجود في دولة الإمارات للمشاركة في جائزة صناع الأمل، المبادرة التي أطلقها صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أجل تكريم جميع العاملين في المجال الإنساني والمجتمعي والتنموي. ماذا تعني لك هذه المشاركة رائد؟ وما هي حظوظكم في التتويج بلقب صانع الأمل؟ نحن بصراحة الإمارات هي كانت سباقة من سنوات يعني بتكريم المبادرات الخيرية وإطلاق عدة مبادرات يعني حول العالم، منها مثلا تأمين المياه الشرب لخمس ملايين إنسان. يعني هاي كانت مبادرة كتير من سمو الأمير محمد بن راشد، وأنا برأيي يعني بالنسبة لنا نحن وجودنا اليوم بحفل صناع الأمل بالوطن العربي هو بالنسبة لنا تكريم، ونحن بنأكد من سنوات إنه نحن لنا الفخر إنه قدرنا نشعل شمعة أمل بظل الحرب والدمار ونزيف الدماء اللي عم تعيشه بسوريا، وبرأيي هو تتويج لكل التضحيات اللي نحن قدمناها واللي نحن فعلا عنا الرغبة وعنا الإصرار، لأنه فعلا ننتقل من مرحلة إنقاذ الناس من تحت الأنقاض لمرحلة مساعدتهم لإعادتهم لمنازلهم وإيقاف الحرب في سوريا. إن شاء الله، فقط ننوه أنه الحفل إن شاء الله سيكون يوم غد الخميس، الحفل الضخم سيقام بقاعة ساوند ستيج في مدينة دبي للاستديوهات وسيحضره أكثر من 2000 شخص. رائد صالح، شكرا كثير على وجودك اليوم معنا في برنامج العرب الآن، ونتمنى لكم التوفيق ونجاح. شكرا جزيلا. العرب الآن يطرح قضايا عربية سياسية واجتماعية. العرب الآن مرآة الشارع العربي، يأتيكم على راديو الآن.